بس انا هسيب بقى الدور بقى لزمايلي في الاعداد والكواليس اللي عاملينها. طبعا بيبقى عندنا دلوقتي 20 سؤال، انت بتختار من الدولاب الاسئله ده 10 ارقام، ماشي، انت اللي بتختار الرقم اللي انت عايزه. تمام، وزي ما احنا بنقول كده بقى، انت ونصيبك بقى، الكوره جالك منين؟ جالك في السوكه، في المقص من تحت، يلا شوف رد فعلك في اجاباتك بقى. تختار معانا ايه؟ 7. مش هقول لك اشمعنى، لا ما انا بتفائل طيب. اول رقم 7. مش واحد ليه في رقم حراسه المرمى؟ كنت تتمنى ان تلعب في مركز اخر بخلاف حراسه المرمى؟ سبحان الله، كنت كان نفسي ابقى سترايكر. ياه، وايه اللي غير كتير قوي وكتير قوي بيشوفوني وانا بلعب بيقولوا لي انت كنت لازم تلعب راس حرب، يعني دي معلومه خلي بالك يعرفها كتير قوي دي. ما حدش يعرفها بالنسبه لك كتير. كل اللي لعبوا معايا كوره عارفين كده. ايه اللي غير اتجاهك؟ لدرجه ان كابتن مستر سوبر كان عايز يلعبني باك رايت. ايه ده؟ والله العظيم. انت يعني كنت وصلت للفيرست وعايز اغير البوزيشن بتاعك؟ عايز يخليني العب باك رايت، والله انا بحلف بالله العظيم. يا سادي والله. وكان بيلعبني كمان على محمد لما كان بيحب يبقى فيه لعيب كويس قوي على محمد عمارة، كان بيوديني على طول في التقسيمات العب على محمد عمارة كباك رايت او هاف رايت عشان ابقى مواجهه في كل حته. ودي حقيقه، كل اللي كان موجودين معايا يعني ما استغلتهاش فرصه ليه وحاولت تغير؟ ولا كنت انت خلاص الكارير بتاعك حراسه المرمى؟ خلاص بقى. مين اللي قال احمد وهو صغير كده خليه حراسه المرمى ما يلعبش سترايكر؟ يعني انا رحت اختبارات النادي وانا 8 سنين حارس مرمى، كنت لسه يعني في الكوره مش جامد قوي فروحت حارس مرمى. كابتن صفوت عبد الحليم بعد بالظبط 7 دقائق الله يرحمه، بعد 7 دقائق جابني كده وقال لي انت ما تجيش تاني من اول اختبار، قال لي انت ما تجيش تاني، انت تجي لي يوم 15/7 مع الفرقه، والفرقه بتتمرن في مركز، كنا بنتمرن في مركز شباب الجزيره. الفرقه كان عندها 13 سنه سوري عندها 12 سنه وانا عندي 9 سنين اكبر من 3 سنين، ما كانش في فرقه اكبر من كده. قال لي انت تيجي معانا، من ساعتها وانا بقيت ما غيرتش. كان الشاسيه باين زي ما احنا بنقول مش قوي كده. مش كبير يعني الشاسيه مش عالي قوي ولكن عارف بقى اللي هي المرونه والسمات الشخصيه والقوه والكلام واللغه. خلي بالك احسن حاجه في الحارس انه يتكلم كتير، ودي حاجه تنقص حراس كتير. خط الدفاع بتريحك انت ومبتديش فرص للفريق الاخر يجي عليك اكتر. ده اهم حاجه، الكلام دلوقتي 50% من الحراسه، انت ممكن عن طريق كلامك بتشيل عنك فرصه واثنين وثلاثه وعشر. ده اكيد اتفق معاك فيها. طيب الرقم اللي بعده 5. قرار منع الحراس الاجانب في مصر منذ سنوات كان قرار صحيح. صعب جدا. صعب جدا. كتير كتير. لان انت عندك من يعني من بعد كابتن شوبير وكابتن نادر قعدنا فتره كبيره، حتى عصام خد وقت عشان خاطر يبقى عصام اللي احنا نعرفه وما كانتش هتدي فرص للحراس كتير جدا ان هم يكونوا متواجدين بالشكل ده. خد وقت عشان هو موهوب ولا الاثنين؟ لا عصام بقى، بص عصام موهوب. موهوب موهبه كبيره جدا. وكابتن احمد ناجي عمل من عصام شخصيه تانية وانسان تاني خالص في الكوره. يعني دي للامانه يعني الاثنين، هو الطعم بالاثنين، هو عنده موهبه والطعم بكمان بان احنا ناهله بشكل كبير. اكيد اكيد اكيد. مفيش شك عصام موهبه عاليه وصناعه عاليه، الاثنين لما يتجمعوا مع بعض في توقيت كويس بتظهر واحد زي عصام الحضري اللي انا شايفه في سنه 2006 من 2006 2009 واحد من اعظم 5 حراس موجودين في العالم، ودي كلمتي اللي دايما بقولها. حد 2009 بس، من فيما بعد بعد كده طبيعي بقى السن وكده فبيبتدي ينزل. ده لسه بتمرن؟ ما هو بيتمرن. لا بص، التمرين دي حاجه، ما ناس عندها 60 سنه وبتتمرن. صح؟ طيب. و65 سنه وبيتمرن. لا اقصد عندي امل ان هو يبقى رجله في الملعب تاني يعني. لا ما اعتقدش، عصام بيشتغل دلوقتي بياخد دورات. صحيح. عصام خد 3 دورات دلوقتي، واحده في هونج كونج وواحده في اليابان، وخد واحده اعتقد في رومانيا. الكلام ده في 6 شهور اللي فاتوا. لو هتقول كلمه عن عصام الحضري كايه؟ هتقول ايه؟ في تاريخ الكرة أو حراسة المرمى المصرية؟ أحسن من لبس قفازات في تاريخ مصر قاطبة، وأعتقد إن لن يجود الزمان بواحد زي عصام في حراسة المرمى بعد 100 سنة كمان. بعد 100 سنة؟ ده في الفيفا خلاص، ما هو يعني لا لا أكبر سنا تواجده في كأس العالم. لا أكبر سنا دي حاجة حاجة يذكر بها بعد كده، إنما كحراسة لا عصام حاجة. عشان أوصل لأكبر سنا ده وأنا بلعب أنا محافظ على المستوى، فده حاجة تحسب ليه. ما شاء الله طبعا يحسب ليه جدا 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 اللي هو فيه، ويحسن ليه إنه لحد ما بطل وهو موجود في الملعب وبيلعب منتخب مصر وبيلعب لحد 44 سنه. دي حاجه مش هتتكرر تاني. ده حقيقه، هو قالها وكان اللقاء معاه في روسيا وعملت معاه لقاء تلفزيون، هو قال كده، انا موجود لكفاءتي وليس لمجامله لي. يعني ده كانت تنشر ليه بشكل قوي. دي حقيقه، بدليل انه لعب ماتش السعوديه كان من احسن الناس اللي موجوده في الملعب. وصد ركله الجزاء، سيبك من درجه الجزاء، من احسن الناس اللي كانت موجوده في الملعب في ماتش روسيا هو محمد صلاح. بس روسيا ولا السعوديه؟ السعوديه، سواء ماتش السعوديه. معرفش كان في حاجه في اللعيبه يعني، انا في حاجه غريبه كان كلهم او كان بقى رموا الفوطه اللي هو انت خسرت ماتشين فمش محتاج مش هتوصل كده. لا والله كنا ضاغطين في البدايات وهجمات، يمكن العارضه شالت كره لمحمد صلاح كانت خلاص طب قوسين يعني. بس برضه يعني في الاول وفي الاخر انا شايف ان الفرقه كلها كانت وحشه، واحسن واحد كان صلاح وبعديها سواء.
طيب انا مضطر اجري معاك. اجري اجري اجري. 9 9 9 9 9 مين اللي يستحق يكون حارس مرمى منتخب؟ محمد الشناوي قولا واحدا ومش محتاجه كلام. محمد الشناوي تمام. الرقم اللي بعده 20 20. يمكن ما سمعوش 20 20 شكله رقم صعب وسهل. ممكن اغلى سنه في مسيرتك؟ اغلى سنه اصل ما هي يعني ما بتتحسبش ماديا، هي ممكن تقول احسن سنه. يعني يعني احسن سنه في مسيرتي. بلاش اغلى يا جماعه، بلاش اغلى عشان بتبقى صعبه. لا مش كده والله، بس هي بتبقى احسن سنه. لا الاغلى على قلبك. الاغلى على قلبي سنتين 2006 2007 و2013 2014 دي في بتروجيت ودي في الداخليه. يمكن الداخليه كسبنا الاهلي راح جاي، وكانت سنه كنا احنا مهددين بالهبوط وهنلعب النادي الاهلي في ثلاث اسابيع ماتشين ورا بعض. كان ماتش مؤجل من الدور الاولاني وماتش الدور الثاني، والحمد لله قدرنا في ثلاث اسابيع نكسب الاهلي راح جاي، وكتبت يعني دي حاجه. وعملت ماتشين من احسن ايام حياتي. 2006 2007 كانت ثاني سنه ليا في بتروجيت. كانت رساله يا احمد عايز تقول للنادي الاهلي انا هو واقف على رجلي؟ والله مش رساله، مش رساله، هي القصه في ايه؟ انت بتلاقي الدافع عندك قوي عن مباريات اخرى؟ خليني اسالك السؤال ده. بصراحه الدافع بيبقى موجود قوي، ان انا عايز ابقى اكون موجود في النادي الاهلي باي صوره. وان انا مشيت صحيح وبحب النادي الاهلي وبموت في تراب النادي الاهلي، بس انا لازم بتعامل بشرف مع الفرقه اللي انا متواجد قدامها. في سؤال فكرني لو انت ما اخترتوش من الاسئله دي انا عايز اقول لك بشكل او باخر بعد ما نخلصها. بس طيب. اختار 12 مين هو افضل مدرب حراس مرمى انت اتمرنت على ايده؟ طيب انا كده هتخليني اغفل ناس كتير، فبلاش بلاش مدرب، انا هقول مجموعه مدربين ما تزعلش يعني عشان ما حدش يزعل. بالترتيب كابتن اكرامي اللي علمني. تمام. كابتن ثابت اللي قومني. خلي بالك من كلمه تقويم دي اهم شخصيه. تقويم شخصي، تقويم شخصي وتقويم ذهني. هو كان عنده حاجه كده في الكوره اسمها فوت وورك اهم من الرمي. الكلام ده دلوقتي بيدرسوه كابتن ثابت من 30 سنه. يعني. من 30 سنه كان بيشتغل بالفوت وورك في الحراسه. كان بيرسم بقى في الارض ولا خطواتك هنا تبقى ايه ويرجع بدور من 30 سنه. الكلام ده دلوقتي بيدرسوه، فده التقويم ده اهم من التدريب. المهم يعني نرجع. طبعا كابتن ابراهيم عبد العزيز في بتروجيت عمل معايا احسن مواسم عمري. كابتن احمد ناجي قديم بالفضل ليه. شوف انا مشيت في عهده في النادي الاهلي بس هو غير من الستايل بتاعي كتير. كابتن ايمن طاهر اللي بقى ايه عارف اللي شكلني كده، خدني من النادي الاهلي وانا لسه صغير وقعدت معاه 3 سنين في الحرس، عرفت يعني ايه حراسة المرمى. الخمسه دول قاعدين ليهم بالفضل الى ان يتوفى بعد ربنا طبعا. يعني كل واحد منكم بيقول لك انت مميز في حته معينه، كانت ايه هي الحته دي؟ اصلا عندي حته ليك مميز فيها. الكروسات وبعد الكروسات الانفرادات الصغيره. انت عندك في الانفرادات انا بقى هي دي بقى بالنسبه لنا. يعني احمد كان بيخش بروح قطريه دي شويه داخل بقى، مش فارق الرجل دي جاي هتيجي في وش ولا هتيجي في، انا داخل على الكوره قاتل مقتول. وده كان يعني كل متابعينك بيتكلموا فيها النقطه دي. الحمد لله. يمكن هي بص في الاول وفي الاخر بس انت قلتها مش والله. ايوه انا عارف من غير ما يعني انا فاهم كويس، اصل كل واحد عارف هو عنده ايه وناقصه ايه وينقصه وينقصه ايه وعايز يزود في ايه. دي كانت بتبقى التوفيق يعني. بتاعت ربنا سبحانه وتعالى. الواحد خلاص اتربى على كده من هو صغير فبقت بقت عاده عنده يعني. الحمد لله ربنا ما يطعلك. ربنا يعزك. خد رقم اللي بعده. واحد وصل لرقم حراسة المرمى هو اخيرا. تمام. تعتبر نفسك غير أكيد. محظوظ بسبب تواجدك في زمن أكيد. الحضري؟ اكيد اكيد. كل من عاصر الحضري في النادي الاهلي غير محظوظ، اذا كنت انا ولا امير عبد الحميد ولا مصطفى كمال ولا حتى احمد اكرام الله يرحمه. يعني فعلا غير محظوظين بقى. غير محظوظين فعلا. احنا لو موجودين في زمن تاني كان زماننا بنلعب كلنا. تمام. زي كريستيانو وميسي كده في بالزبط. العالم بالظبط. منعوا كتير من اللاعبين ياخدوا احسن. دي حقيقة. 15 اللي بعده على فكره ده السؤال اللي كنت انا يعني ده اللي انت عايزه تقريبا. طب يعني طب كويس. هل شعرت بالظلم من قبل بعدم انضمامك لمنتخب مصر؟ اكيد في 2008 و2010. يعني مش ظلم بقى، انا مصر كلها في الاستوديوهات التحليليه وكابتن شوبير حي من يرزق الله يرحمه محمد الله نسينا نقدم العزاء في استاذ محمد صيام رحمه الله عليه ربنا يرحمه ويغفر له امبارح. استاذ محمد سيف كل الناس دي كابتن هاني يونس كل دول ايمن يونس كابتن ايمن كل يونس. دول ولي يوسف الكره طبعا تحياتنا لهم كلهم طبعا. طبعا كل دول كانوا بينادوا ان انا ما اكون موجود خاصه في 2008. ورحت مش عايز اقول لك ايه يعني يومين ثلاثه ورجعوني تاني
وكان الناس اللي بتروح احمد سليمان واحمد نجم. احمد سليمان الناس اللي كانت بتروح يعني في الوقت ده ما كل حاجه الواحد بيبقى عارفها. كان مستوى بفضل الله كان احسن منه. مش شعرت بالظلم، انما كنت اتمنى ان اكون متواجد. ما سالتش ليه؟ انا عارف بس مش هرد عليك. اول سؤال انا عايز اقول عماله مصطفى صراحه ومش عارف ايه وهيقول كل حاجه، اول سؤال مش هيرد هو. طب ليه؟ ما هو انت عايزنا نرد ماشي. في ناس بتبقى في مدربين بتحب ناس بعينها وطالعه بيها من تحت، فعايزه تقول للناس كلها ان مفيش زيها. انا صانع ده، انا صانع ده، او لقد يعني بلاش نقول كلمه صاحب الفضل. انا يعني ليه فضلي عليا شويه ان انا اكون موجود فيه، فانا واخده معايا في كل حته. انما هو في المجمل العام في الاخر ما بيلعبش. طب هو محسوب او بيتحسب للمدير الفني؟ ما هو عايز يقول انا عملت ده وفي نفس الوقت خدته. يعني في لاعب محسوب احمد سي محسوب على احمد ناجي، فانا ما اخدوش عشان مش محسوب عليا كان مؤسس فيه او حط ايدي فيه. طيب بالنسبه للحراس ما تتحسبش كده. بالنسبه للحراس بتتحسب، انا عندي الاول، عندي الاول والتاني، دول اهم اتنين. التالت ببقى واخده وعارف انه مش متواجد لان هم 5 ماتشات أو 6 ماتشات بس، فانا مش عايز اقول بقى اكتر من كده. طب ازاي بقى؟ خلاص بقى، ما انا قلت كل حاجه. وصلت الحضري جه كان قاعد اكرامي الشناوي وبعدين اكرامي وجه، يعني حصلت في بطوله وكلنا ننساها. يعني لما تصابوا الاثنين ده موقف قدري مش هيتكرر تاني. انما لو دورت في اي بطوله في العالم الحارس الاول بيلعب واحتمال التاني، التالت ما بيبقاش متواجد. يعني مش بس المستوى الفني، هو مش اللي انت لازم تكون كويس فنيا عشان تبقى موجود في المنتخب. انا متاكد من كده. صراحة مهم على فكره. الرقم اللي بعده 8. انت فاضل لنا 3 أسئلة كده، فاضل لنا 2. ماشي 8 يا جماعه. تواجد اكثر من حارس كبير في نادي الزمالك نعمه ام نقمه؟ انا شايف من وجهه نظري انها نقمه. المفروض يبقى 2 كبار و1 صغير، ده الطبيعي. 2 كبار و1 صغير، 2 يقدروا يوقفوا ويتحملوا الضغوط، وواحد صغير بيتعلم منهم عشان بعد 5 سنين ياخد الرايه منهم ويشيل الفرقه فتره معينه. انما وجود 3 و4 والثلاثه كويسين، انت بتخلص على الاثنين التانيين وفي نفس الوقت بتعمل مشاكل. ان اي حارس لا قدر الله حصل ان هو وقع، المفروض انا كمدرب لما الحارس بتاعي يقع في ماتش او 2 افضل وراه عشان افوقه تاني. انما لو عندي بديل على نفس الكفاءه هضطر اريح ده والاعب ده، فيبقى ده وقع. ولو ده وقع بقى اللي انا جبته عشان يلحقني، لو ده وقع مش هعرف ارجع للتاني لان الاثنين وقعوا خلاص. صحيح. فابتدي من الاول وجديد. عشان كده هي العمليه فيها نوع من التنسيق والفكر. انا لازم يبقى عندي 2 كبار في السن وواحد صغير يتعلم منهم. اتفق معاك، دي وجهه نظري. طب البديل والاخر كان في واحد موهبه وواحد تاني مصنوع؟ ما هو انت في الاواخر، انت هقول لحضرتك حاجه او لا عشان الوقت. لا يعني 2 موهبه 16 شفت الصيدلة لما بتتعامل بذكاء مع الأسئلة. 16 يا جماعة على فكرة. أصعب صدى ليك على الإطلاق تفتكرها دايما كده يعني هي أشهرهم مش أصعبهم. يعني أصعبهم كانت واحدة في ماتش بوبا منسوا في ماتش كنا بنلعب الشرطة. إنما أجملهم الصدى بتاعت عمرو جمال سيد حمدي، شاطها من جنب صدتها اترمت، وعمل جمال عمل باكورد رجعت غيرت اتجاهي وصدتها بالعكسيه، فدي كانت اشهرهم واحلاهم. تمام. السؤال رقم اللي بعده اخر حاجه 11. لا فاضل لك مره قصه غير 7 8 11. تعد ورايا يا دكتور. ماشي. طموحك المستقبلي بعد انتهاء مسيرتك كحارس مرمى؟ يعني انا نفسي يعني في يوم من الايام امسك مدرب حراس مرمى النادي الاهلي، او ده اللي انا بسعى له من دلوقتي وبشتغل عليه ان شاء الله. صدق انت شكلك كده ده اخر سؤال. على فكره انت قلت لي فاضل سؤالين. ماشي ده طلع اخر سؤال. طيب بس خليني اقول على حاجه مهمه جدا بالنسبه اللي بيقول كابتن احمد لمساله تدريبيه. هو كان يعني ابتداها كده مع منتخب القاهره على ما اتذكر ل 2005 مسافر اليابان تطوعا بدون اي اجر، وحتى ما رافقش البعثه مسكت الفريق ده، صح؟ فعلا هي حصلت السنه اللي فاتت. كانوا رايحين يلعبوا في اليابان بطوله كده دوليه، طلبوا مني ان انا امرن الحراس، والحمد لله بدون اي مقابل، والحمد لله كملت معاهم ومرنتهم، وكانوا متفقين معايا ان انا فعلا مش هسافر، وقعدنا 4 شهور فتره اعداد، والحمد لله رحت معاهم وكملت معاهم وكل حاجه، وكنت عارف اني مش مسافر لان دي في الاول وفي الاخر مصر، او زي ما بيقولوا يعني دي حاجه واجبه عليك. واجبه علينا وكلنا بنقدرها، وفي نفس الوقت انا بوجه له شكر فيها. احمد حد دلوقتي انا يعني يمكن مش عشان اي علاقه ما بيننا، ولكن هو فعلا من الشخصيات اللي المنتاليتي بتاعته او الشخصيه بتاعته مختلفه في التفكير.